باب الورع في البطن. الورع في البطن لا يدخل بطنك شيء فيه شبهة ولا حرام ولا باب إلى الحرام. وهكذا كان حال والد الإمام البخاري إسماعيل، فكان يقول لابنه: يا بني كل، فإني لا أعلم في مالي هذا دينارا من حرام ولا من شبهة. وهكذا رزقه الله الإمام البخاري. إذا انحرف أولادك فأول من تتهم نفسك، وراجع حساباتك، ربما أكلت حرام، ربما عصيت الرحمن، فانعكس ذلك على أولادك. وإلا فالبلاء نعم حاصل، لكن لا نقول أن هذا مباشرة. يا أخي ابتلينا في أبنائنا، ولوط عليه الصلاة والسلام ابتلي في زوجته، لا طول بالك، تفقد نفسك بداية. ونوح عليه الصلاة والسلام ابتلي بابنه، تفقد نفسك بداية. ربما تكون أنت من أهل المعاصي، وهذه المعصية منعت البركة في أولادك وفي زوجتك، كما قال بعض السلف: إني لا أجد ذنبي في دابة وأهلي. فلا بد من قمع المعاصي. ولذا ورد في الحديث قال: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. لما؟ لأنها تفسد البيت كاملا. ولا تقول: هذه لا أستطيع أم أولادي وكذا سأخلقها. فأنت معذور، تدعوها وتنصحها وترشدها وتهجرها وتضربها، وحكم من أهلي وحكم من أهلي، كل ذلك تفعله. فإن أبت إلا سوء الخلق، فعندها تقرب إلى الله بطلاقها. هذا شيء لا مداهنة في دين الله. الدين هو أعلى ما نملك وأغلى ما نملك. قال: زاملت أبا بكر بن عياش إلى مكة، فكان من أورع من رأيت. أهدي له رطب بري، فقيل له بعد: هذا من بستان خالد بن سلم المخزومي المقبوض عنه. فأتى إلى آل خالد بن سلمة واستحل منهم، ونظر إلى قيمة الرطب فتصدق بها. يعني في البداية قالوا له: هذا تمر بري، يعني لا أحد يملكه، كل. فأكله، ثم تبين له أن هذا التمر لشخص وله ذرية وله آل، فمباشرة ذهب إليهم. مع أن الحرام لا يتعدى ذمتين، لا ورع. فأتاهم وقال لهم: سامحونا وخذوا ما تريدون ثمنا له، حتى لا يدخل بطنه ما فيه إيش؟ باب إلى الشبهة وليس شبهة. قال رجل لعيسى بن مريم: أوصني. قال: انظر خبزك من أين هو، عن مالك من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. بعض الناس فقط يبحث من أين اكتسبه ولا يسأل عن أين أنفقه، وبعض الناس العكس، كل ما أجى مع الصحة شو ماله؟ ما في مشكلة، عافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: كنت أن أم ولد كانت لعلي. أم الولد هي الأمة،
التي يطأها سيدها فتحمل فتلد فتصبح أم ولد لا تباع ولا تشترى. وهذا الولد قد يكبر وينسب إلى ويعتقها. فكانت الإماء والسبايا تطمع أن يطأها سيدها فتحمل منه فيأتيها منه ولد فيكبر فيعتقها لأنه حر. قال جئت عليا يوما وبين يديه قرنفل مكثوب فقلت يا أمير المؤمنين هب لابني من هذا القرنفل قلادة. قال أدي درهما ونقد بيده هكذا فإنما هذا مال المسلمين أو اصبري حتى يأتيني حظي فأهب لك منه. فأبى أن يهب لي منه شيئا، يعني بيت مال المسلمين بين يدي، وهذه المرأة طلبت إيش؟ قرنفل، قطعة صغيرة بتسويش إشي، درهم حقها. فقالت له بدي أسوي أجعل له قلادة، ولد صغير انبسط عليه. قال أعطني درهما ثمن هذا القرنفل. لا ما في مشكلة، بدل القرنفل بنحط إيش؟ درهم. أو انتظري حتى يصير عندي مال. فأبى أن يعطيها قرنفل بقيمة درهم، فكيف بمن يقول خذ، هذا من باب تحسين المعيشة. وحول ولا قوة إلا بالله، أو يقول أنت أولى من غيرك. فإذن إخواني في الله، قال دخلت على أم كلثوم فقالت إيت أبا صالح بطعام فآتوني بمرقة فيها جنوب، فقلت أتطعموني هذا وأنتم أمراء؟ قالت كيف لو رأيت أمير المؤمنين عليا وأتي بأترج، فأخذ الحسن أو الحسين منها أترجة لصبي لهم فانتزعها من يده وقسمها بين المسلمين. يعني هو قاعد بوكل قمح جاي ضيف عند أمرة، فقدموا له ضيافة إيش؟ مرقة وعليها قمح وأشياء هيك متواضعة جدا. قال شو هذا؟ يعني أنا توقعت الضيافة عندكم إشي فاخر يعني. فقال له لو لسه أنت ما شفت إشي، إذا علي بن أبي طالب أجال أترجة، يعني نوع من أنواع الفاكهة قريبة على البرتقال. فالحسن والحسين تناول حبة اشتهى ولد صغير، فأخذها منه وقسمها بين المسلمين. مش إلا بدي أفرح ابنك، ولا حول، تفرح ابنك بما لا تملك، ولا حول ولا قوة إلا